أنا هنا ميداني، طبعا في خطوط التماس تحت في نقطة الصفر وقدام. كان بالنسبة إلي تقييم الحالات، عملت مع 70 حالة وأكثر، من ضمنهم كان 15 في الرأس والباقي طلق متفجر في القدم، وتعاملت معهم ميداني. تعاملت مع شهيدين كانوا جوا خط التماس، تعديت نقطة الصفر من شان انقذهم. يعني اول شيء انقذت الاصابات، عالجتهم ميداني في المكان، مش شلتهم لمكان ثاني حفاظا على روحي، لا، في نفس المكان. قدمت لهم العلاج ميدانيا وقدمتهم للطواقم الطبية جاهزة، ورجعت ثاني انقذ الشهيد. انا الدافع اللي بكل فخر انا بشتغل ومخلصة العمل كتير، وهذا الحب انتمائي للوطن. صحيح هذا العمل يتطلب وجود الشباب، ولكن الطواقم الطبية تعمل على جهد كبير في إنقاذ المصابين، بس إحنا الإصابة هم بيستنوا إن الإصابة تصلهم، بس إحنا بنفوت جوا خطوط التماس. أنا والزميل عزت شتات بنفوت جوا خطوط التماس وبننقذ المصابين وبنعالجهم ميداني في المكان وبنسلمهم الطواقم الطبية، لأن الطواقم الطبية بتكون بعيدة شوي عن الحدث. تعرضت لأصعب موقفين في حياتي، كان يوم الجمعة إنقاذ شهيد وإصابتين جوا خطوط التماس عند نقطة الصفر. يعني الجندي كان قدامي، كان ممكن إنه يعني خطر كتير على حياتي، كأنه شايفك كان قدام الجندي. أنا المجتمع لازم يتقبلني، لازم يتقبل المجتمع وجود فتاة شابة فلسطينية تحدت بوجه الغاصب كرمال تنقذ مصابين، كرمال تنقذ أرواح شهداء كانت جوا خطوط التماس. انه احنا متطوعين مش موظفين، ويعني الصحة احنا اعترفت فينا اول 3 ايام ماشي، بس احنا كملنا الايام، احنا هنكمل 45 يوم حتى لو ما حد اعترف فينا، احنا بنعترف بنفسنا والتطوع منا احنا، بنعترف بحالنا. اي اشي بيصير لنا انا بتحمل مسؤولية اي اشي بيحصل من مخاطر، رغم اني تعرضت 3 مرات للاصابة بالغاز. أنا رسالتي إنه راح أضلني أكمل مسيرتي بكل قوة وعزيمة وإصرار، ومش هتخلى أبداً. أنا بديت المشوار، أنا لازم أنهيه، وراح أستمر في 45 يوم اللي جايين إن شاء الله.